الساعة 2:15. ها 2:15 في حركة. شوف هذا حركة حركة صراحة رائع. الشارع هذا ينزلك إلى غاية مسجد الحسن الثاني، من هنا ينزلك إلى غاية الحسن الثاني. العمارة هنا يا رائعة. هناك برشلونة أنفا كازا، برشلونة أنفا كازا هنا الحديقة، حديقة الناس جالسة فيها حين الظهر. السفارة الأمريكية هناك. نمشي في الشارع هذا شوية. الحديقة نرى فيه حركة الصراحة. درنا 360 درجة. يا سلام على الخضار والنخل من جمالية المغرب. شوف جات واحدة أخرى قالت لها سيري راه الأرض ديالي. في حركة مازال عاد الجوج يعني الوظيفة للموظفين. هذاك الشارع الرشيدي هناك وهذه السفارة الأمريكية. هذا شارع مولي يوسف. ها هو يا السلام عليك شارع مولي يوسف. دي ديك حتى فين كاين الطاكسيات اللي كيديو الحي الحسني، مستشفى مولي سميتو مولي يوسف. شيء رائع صراحة، شيء على مستوى عالي جدا. يا سلام على الخضار. شوف نخرج من هنا ندوزو هنا. شوف حديقة ماشي جات وتحطت، راه فيها ناس كيهتموا بها. شوف ناس كيهتموا بها. يعجبك المنظر ويعجبك تمشي عيش حياتك بوحدك، عيش حياتك لحالك صراحة. هذه بريتيش سكول، في مباني رائعة يعني. هذه بريتيش سكول. شيء رائع، جمال، راحة. شوف هنا بريتيش سكول. هاي هذه بريتيش سكول. ما جينا في شارع مولاي يوسف من هناك. الحراسة موجودة أينما في الممشيتي كاينة حراسة ما شاء الله تبارك الله. فأي واحد يخلب النظام ما يسيبوه. هذه كنيسة في البريتيش سكول. ايه كنيسة. هذه بريتيش سكول، اهتمام بالعلم. Today's learns tomorrow leaders. فين دايرين راه هاه دايرين tomorrow. Today learns tomorrow leaders. انا ماشي مع شارع مولاي يوسف على طول. شارع مولاي يوسف. شيء رائع صراحة. ها
هنا. يا سلام عليك. هذه عمارة جروب سوسيتي جنرال ناس جنبي. هادي وفا باي، هادي وفا باي. هنا لايش جنبي، شوف كنا في قهوة فوق ولا حدائق فوق دايرينا في كافيه ولا حاجة. وهنايا شارع مولاي يوسف.